نحن في ظلال شهر شعبان، وإذا ثمة موضوعات لا بد من أن نتطرق إليها في شعبان. أهم حديث على الإطلاق: كيف نستعد لرمضان المبارك، شهر الخيرات والأنوار، شهر المغفرة والإحسان، شهر التوبة والانتصارات، شهر المساجد والقرآن، شهر الأمة ووحدة الأمة. إذن كيف نستعد لرمضان؟ ولكن إلى جانب هذا الحديث، وفي شعبان يكثر بعض الوعاظ والدعاة من الحديث عن فضائل شعبان بشكل خاص، وهذا يقود أيضا للحديث عن قضية الفضائل، سواء فضائل الأزمان أو الأمكنة أو بعض الأعمال على الخصوص، ليقودنا ذلك كله إلى موضوع العمل بحديث ضعيف أو ربما كان دون الضعيف وللأسف. ولماذا تلجأ الأمة أو بعض الأمة أحيانا إلى هذا النوع من التفكير، وأين نحن من العمل للإسلام بشموليته وكليته؟ فضلا عن أنه في شعبان كان شهر تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام، فماذا يعني بالنسبة لنا ذلك في واقعنا الآن؟ إذن ما أكثر القضايا التي ينبغي أن نتطرق إليها في موقفنا هذا؟ فإذا جئنا إلى قضية فضائل شعبان أو ما يروى في فضائل شعبان، نعم لا شك هو شهر يستعد فيه المسلمون إلى استقبال شهر رمضان العظيم، ولذلك كان يكثر صلى الله عليه وسلم من الصيام فيه، وهذا ثابت أنه عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا قط إلا أن يكون رمضان، إلا ما يكون من صيامه في شعبان فإنه يصومه كله إلا قليلا عليه الصلاة والسلام، وما ذلك إلا تهيئة أو تعليما لنا كيف يهيئ الإنسان نفسه روحيا عقليا فكريا نفسيا إيمانيا تزكية للنفس استعدادا لهذا الشهر العظيم. ولكن يتعجب الإنسان بعد ذلك مما يورده بعض الناس من فضائل خاصة لشعبان، كقولهم تقسم الأرزاق فيه ولا يثبت في ذلك شيء أبدا، وكقولهم ترفع الأعمال إلى الله، فيقولون لك هنالك رفع يومي وهنالك رفع أسبوعي وهنالك رفع سنوي، بينما الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم يرفع إليه سبحانه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل اليوم، بمعنى لا زمن في حق الله تعالى، يعلم كل شيء جل جلاله قبل وأثناء وبعد، وبأمره يكون كن فيكون كل شيء سبحانه وتعالى. فمن أين جاءونا بقصة يرفع الأعمال يوم الاثنين والخميس إلا من أحاديث ضعيفة؟ ومن أين جاءونا ترفع الأعمال في منتصف في نصف شعبان؟ من أين أو في شعبان؟ ولماذا تروى هذه الأحاديث الضعيفة؟ ليقال لك بعد ذلك إنه يطلع سبحانه وتعالى على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. إن كنتم تقصدون دعوة الناس إلى التوحيد فما هكذا يدعى إلى التوحيد، وإن كنتم تقصدون أن المتشاحنين عليهم أن يصطلحوا لعله يكون هذه الليلة ليلة مغفرة
فيغفر الله لهم. فأيضا ما هكذا يكون الدعوة إلى الإصلاح وضرورة رفع التشاحن بين الناس. لأننا عندما نعرض هذا النص المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له طريق يصح أبدا، فلو عرض هذا الحديث على القرآن العظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لاحظ قوله تعالى لمن يشاء، إذن ليس لكل خلقه. لا يمكن أن تطلق هذه القاعدة أن الله في ليلة ما، أي ليلة كانت، أنه يغفر لجميع خلقه، استثنوا المشرك وأضافوا إليه المشاحن. المشرك استثني في القرآن العظيم لكن لم يستثن المشاحن على سبيل المثال. ثم أطلقوا الأمر فقالوا يغفر لجميع خلقه، بينما الله سبحانه وتعالى يقول لمن يشاء. فتصور ليلة النصف من شعبان، القاتل والمجرم والعاق لوالديه والسارق والمرابي والكذاب وشاهد الزور والأفاك ومن يحقد على الأمة ومن يعادي الأمة ومن يقف مع أعداء الأمة، كلهم في زعمهم يدخل في قوله يغفر إلا لمشرك أو مشاحن. من أين جاءوا بهذا؟ ولماذا يريدون أن يجعلوا لليلة النصف من شعبان هذه الخصوصية وما هي إلا ليلة من ليالي شعبان؟ هذا أنموذج كيف أحيانا الأمة، واستقرئ التاريخ، في حالات الضعف وفي حالات الهزيمة النفسية والفكرية وفي حالة الانهيار تلجأ، بدل أن تلجأ إلى كتاب الله فتحسن الفهم وتلجأ إلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحسن الفهم وفي كل الأحوال تحسن التطبيق الكامل الشامل، بدلا من ذلك تلغي عقولها وتلقي بعقلها إلى الآخرين ليجعل الآخرون من أنفسهم سببا أو مصدرا لغزو هذه العقول بالأساطير تارة وبالخرافات تارة أخرى وبالشعوذة تارة أخرى وبتضخيم أعمال على أعمال وبنسبة ما لا يصح إلى الله وإلى رسوله وإلى بناء تدين جزئي طقوسي لا يمد إلى هذا الدين بصلة، فيقال له ادمع دمعتين دخلت الجنة. يبحثون في لحظة الانهيار هذه وكثرة المعاصي والإعراض عن الله، يبحثون عن صقوق غفران، وكأنه لما رأوا أمما سابقة قد اخترعوا لنا ما يسمى بصقوق الغفران وقد اخترعوا لنا بالمخلص إلى غير ذلك من العقائد المنحرفة، إذن لماذا لا نخترع لهم صقوق غفران؟ يزعمون بعد ذلك أنهم إنما يريدون أن يقربوا الناس إلى الله، ويزعمون بعد ذلك من هو أجرأ منهم يقول لك نحن نكذب لله لا نكذب على الله، ولكنهم يفسدون عقول الأمة، ولكنهم يفسدون أخلاقيات الأمة، ولكنهم يفسدون القيم، لأنه يصبح هنالك خلل في الموازنات، خلل في الأولويات، تضخم أمور على حساب أمور، تجزأ الأمور، تضيع أمور خطيرة. انظر إلى منهج القرآن العظيم الواضح في كل آياته من أول القرآن إلى آخره، نماذج فقط. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، هذان الشرطان المطلوبان، إيمان وعمل صالح، لا ينفك أحدهما عن الآخر. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وآية أخرى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وآية أخرى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعشرات الآيات التي دائما لا تتحدث عن الإيمان وحده
ولا تتحدث عن العمل الصالح وحده، وأن شرط العمل الصالح هو شرط قبول العمل الصالح عند الله هو الإيمان، وأن ثمرة الإيمان لا بد أن تكون أو أن يكون العمل الصالح، وانظر لا يحدد لك ما هو العمل الصالح، حتى لا ينحصر عقل المؤمن أو عقل المسلم في جزئيات من هذا الدين، بل تتسع الآفاق لكل عمل صالح. فالسعي لإنقاذ الأمة أليس من العمل الصالح؟ والانتصار للمستضعفين في الأرض أليس من العمل الصالح؟ والولاء لله ولرسوله وتطبيق شرع الله أليس من العمل الصالح؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أليس من العمل الصالح؟ وإنقاذ المرضى أليس من العمل الصالح؟ وما شئت أن تعدد من العمل الصالح لا يمكن أن يحدده الله لك في مثل هذه الآيات، لا بد أن تكون عقلية المؤمن وقلب المؤمن وتفكير المؤمن منفتح إلى كل ألوان العمل الصالح، الاجتماعية والخيرية والتعليمية والدعوية والاقتصادية وما يخص ويخص بناء الأمة وإنقاذ الأمة إلى غير ذلك، رعاية الفقراء، رعاية المستضعفين. لا يمكن أن يقول لك اجلس اذكر لحظات وأنت غفر لك وانتهى أمرك، أو أنك في هذه الليلة أنتم مغفورين وانتهى الموضوع. أين التوبة إلى الله؟ أين الرجوع إلى الله؟ أين القيام بحق الإسلام؟ كيف نفهم هذا الإسلام فهما متكاملا عظيما حتى نكون خير أمة أخرجت للناس حقا؟ من هنا ندرك خطورة ما يشاع في كثير من المجالات، وخاصة ما يسمى اليوم مع انتشار وسائل ما يسمى التواصل، وربما كانت في بعض اللحظات التقاطع، فإذا بها مصدرا للدجل والكذب، بل وتخدير الناس، بل وتضليل الناس. لذلك أنت لما يأتيك أي خبر أرضي يقال لك والله جرى الحادث الفلاني في المكان الفلاني وذهب ضحيته كذا وكذا، فأنت تستغرب منه بعض النقاط في هذا القول، فتقف مشدوها هكذا أمام المحدث لك المخبر لك، فتقول له أحقا حصل هذا؟ أمتأكد أنت حصل هذا؟ وتذهب فتبحث أقالت هذا الخبر مصدر ثاني وثالث ورابع لتتأكد أنه قد حصل، وماذا حصل وماذا زيد فيه وما نقص فيه؟ أي خبر تريد أن تتحقق أنه حصل أم ما حصل إلا إذا كنت مغيبا لعقلك لا سمح الله، أو إلا إذا كان الواحد مستعد أن يؤجر عقله للآخرين أو لا يكون له عقل يفكر به. فكيف عندما يأتي الخبر منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف إذا جاء الأمر منسوبا إلى الله جل جلاله تتلقفه أو يتلقفه بعض الناس هكذا عبثا دون أن يفكر أحقا هذا منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول لنا كيف؟ نحن لسنا علماء، لسنا متخصصين. نعم، اسأل ما مصدرك في هذا الخبر؟ من قال إن هذا الخبر صحيح؟ من أخرج هذا الخبر من أهل العلم من المحدثين؟ أين موجود هذا الخبر؟ تحقق من ذلك، فإذا لم تتحقق من ذلك لا يجوز لك لا أن تعمل به ولا أن تنشره ولا أن تعتقد بما فيه ولا أن تساعد على نشره بحال من الأحوال. إذن يخترقون لنا فضائل لتغيب حقائق الإسلام، قد لا يريد البعض ذلك لكن هذا ما يحدث، لتغيب حقائق الإسلام، لتخدير المشاعر، لتخذيل الناس، لنشر الفكر الأسطوري والخرافي أحيانا في الأمة الإسلامية، فيجلس الآخرون ينظرون إلى هذه الأمة كيف يضحك عليها وكيف تستجر بنصوص. طبعا لو فتحنا الباب في الموضوع كيف تورد أحاديث منسوبة فيما يتصل بموضوع الفتن وحديث المستقبل وهي إما مكذوبة أو لا يحسن فهمها، فتطبق على واقع معين وهي لا علاقة له بالواقع، فتؤدي إلى مجازر وتؤدي إلى دماء وتؤدي إلى سوء تخطيط وسوء فهم وسوء تفكير.
هذه القضية التي أردت أن أشير إليها بسياق ما يقال فضائل شعبان. إذن ترجع تقول لي إذن ماذا ثبت أيها الشيخ في فضائل شعبان؟ ولا شيء. شعبان شهر من الشهور، شهر من الشهور، ولكنه شهر يسبق رمضان، ولكنه شهر يستعد فيه المسلم لاستقبال رمضان، ولكنه شهر يحاسب المسلم نفسه، لا لأنه ورد فيه شيء خاص، ولكن لأننا يجب أن نستعد لرمضان. نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام أكثر شعبان، هذا ما نفهمه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأمر رفقا بهذه الأمة، لم يأمر بصيام شعبان ولا بعضه إطلاقا عليه الصلاة والسلام. ولسنا بعد ذلك بحاجة أن نريد إلى فضائل خاصة. فالناس الذين لا تحركهم لعمل صالح آيات القرآن العظيمة والأحاديث الصحيحة، ثم لا يحركهم إلى العمل الصالح إلا أن يأتيهم حديث موضوع أو مكذوب أو غير صحيح على الأقل، فهؤلاء إذن عليهم أن يراجعوا إيمانهم ويراجعوا طريقة تفكيرهم وطريقة فهمهم لهذا الدين. أما إذا جئنا إلى قضية تحويل القبلة فأيضا لا بد أن نربطها بواقعنا ودروس واقعنا. من أهم دروس تحويل القبلة قضية العبودية لله. رغبات الصحابة من أهل قريش بالذات، العرب عموما، كان قلبهم مرتبط بالبيت الحرام إثرا عن مناسك أو أثرا عن مناسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله يوجههم إلى بيت المقدس. أنت تعبد الله أم تعبد رغباتك؟ لذلك هنا قضية التحليل والتحريم. بيجي بعض الناس بتفلسف، يا أخي ليش الخنزير حرام؟ ليش الذهب على الرجال حرام؟ ليش الخمر حرام؟ لا أريد أن أقول لك الحكم العظيمة الطبية والاقتصادية المترتبة على ذلك. يجب مجرد أن يقال لك الله أمر، تقول سمعت وأطعت، انتهى الموضوع. هنا العبودية لله. لا يعني أن الإسلام لا يراعي شأن التفكير وشأن العقل وشأن الحكمة وشأن الأسباب وشأن مصالح الناس، بل كل تشريعات الله قائمة على كل خير، لكن هنا العبودية سمعا وطاعة. فقيل لهم لا لا، ليست قبلتكم الآن بيت الله الحرام، قبلتكم بيت المقدس. قالوا سمعا وطاعة. هذه العبودية، هذا الخضوع، هذا الاستسلام لله. هذا الدرس الأول في قضية تحويل القبل. والدرس الثاني، ماذا كان موقف يهود والمنافقون من أتباعهم في شأن هذا الأمر؟ وبمعنى آخر، ماذا موقف أعدائنا من تشريعاتنا، من منهج الإسلام؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بيجي بعض الناس اليوم بده يتنازل عن أحكام من الشريعة. لماذا؟ يقول لك لعلي أسوق هذا الدين عند الأعداء. مستحيل، ستخسر دينك وتخسر نفسك وتخسر مجتمعك وتخسر دنياك وتخسر آخرتك، ولن تكسب شيئا من الأعداء أبدا، بل وكلما تنازلت لهم كلما سحقوك أكثر. ما علاقة ذلك بتحويل القبلة؟ اليهود كانوا يقولون لو كان محمدا على حق ما توجه إلى قبلتنا، وكذبوا وما هي بقبلتهم. ثم لما تحولت القبلة إلى بيت الله الحرام قالوا لو أنه عاد إلى قبلتنا لاتبعناه، كذبوا أيضا. قد كان على ما تقولون إنه قبلتكم وما هو بقبلتكم فلم تتبعوه، فما معنى أن تقول الآن إذا رجع محمد نتبعه؟ ثم يقولون كيف يكون في هذا الدين تحول من قبلة إلى قبلة، فيثيرون الشبهات. فلو كان هنالك أذن تصغى لمثل هؤلاء ماذا سيكون؟ لذلك حذرنا القرآن منهم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. إذن لا تسعى أبدا لمحاولة إرضاء الكافرين بالتنازل عن شيء من دينك
أو شعائر دينك أو أحكام رب العالمين. وهذا الدرس الثاني. والدرس الثالث أننا يجب أن نفهم أنه أبدا ما كان تحويل القبلة انصرافا عن القبلة الأولى ولا عن مكانتها ولا عن قدسيتها، بل كان الأمر بالتحويل أو كان الأمر أولا بالصلاة إلى بيت المقدس ليرسخ في قلب كل مؤمن أنها القبلة الأولى، وأن لها من القدسية ما لمكة وللمدينة من القدسية، وأن لها من المنزلة في عقيدتنا الإيمانية ما لها، ويبقى ذلك راسخا في القلوب. فربط بين مكة والكعبة من جهة وبيت المقدس من جهة، ومن يفرط بمكة بالبيت المقدس أدنى تفريط لا شك أنه مفرط تلقائيا بالكعبة وبمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب أن نفهم معنى أنه نستحضر في شهر شعبان تحويل القبلة.